بسم الله الرحمن الرحيم. عبدي القربال عضو ديال غدو وظافة الصناعة التقليدية لجهة مراكش الأسفي وعضو إقليم الحوز. إضافة كنتي الكاتب تاع المجلس اللي هو المجلس الجهوي تاع غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش الأسفي. أنا الآن كنتي الإشراف على هذا المعرض اللي هو داخل في الأنشطة ديال المهرجان إقليم الحوز في نسخته الرابعة اللي جديد تاع الحدث اللي هو حدث ناجح بامتياز بمعنى كلمة معنى. هذا العام هذا كينضوي تحت لواء تاع جمعية. فيما سبق النسخة الأولى والثانية والثالثة ما كانش جمعيات، كانت تيديرو غير الأطر، كان كاين واحد العدد تاع الفعاليات اللي كنشارك فيها. هذا العام هذا النسخة الرابعة كان سند المهمة ديالتو الجمعية ديال الثقافة والتراث تاع الإقليم الحوز. حنا دابا حاليا متواجدين في هذا الفناء ديال الفضاء ديال معرض تاع منتوجات تاع الصناعة التقليدية كيصغر بها إقليم الحوز. كيف شفتوا نتوما كصحافة كسلطة رابعة على أن هناك عدد ديال المهن اللي هي كاينة في الأروقة بما فيها المصنوعات الصوفية، المصنوعات النباتية، وكذلك الصناعة تاع المعدن، واحد العدد ديال المنتوجات. العدد ديال الصناع التقليديين يناهي 66 صانع وصانعة، فيهم صناع تقليديين فرضى، فيهم صناع منضوين تحت لواء تعاونيات وجمعيات. لتكرر كذلك ان الجمعيات ولا واحد تاع الجمعيات ما دام هناك واحد النظام جديد وقانون جديد ديال الجمعيات الجديد ولا واحد العدد تاع الناس تمكنوا باش يصوموا الجمعيات ديالهم. اضافه ان كنشوفوا واحد 8 الاروقه في هذا الفناء هذا مخصصه للاروقه ديال المبادره الوطنيه. المفاد ديال هذه الاروقه المخصصه لتسميتو المبادرة الوطنية هما صناع تقليديين دعمتهم المبادرة الوطنية. المبادرة الوطنية فرع الحوز أعطتهم ماتيريال، أعطتهم مكان، أعطتهم دعمتهم بالتكاوين، دعمتهم. لذلك خصصنا 8 الأروقة في المبادرة الوطنية، واليوم راهم متواجدين صناع تقليديين داخل الأروقة اللي استفدوا من المبادرة الوطنية. الصدق حبيب الله كيف نقول جميعا. هناك صناعة تقليدية من العيار الثقيل. ملي كنمشي للحرفه تاع الزرابي كنلقى على ان هناك صناع تقليديين مهاره ابدعوا في فن الزربيه، وهذا شهاده تاع الناس الممارسين، الناس اللي اصحاب الميدان الميدانيين في فن الدرازه، ان هناك زرابي من العيار الثقيل. ملي كنجي للمصنوعات كذلك المصنوعات تاع المعدن تلقاو بحال الرواق اللي حنا متواجدين فيه حاليا تاع بوتيسا محمد من حوض اوريكا، وبالضبط من جماعه اوريكا دوار ام خليج، ابدع في هذه المنتوجات اللي صنع حاليا، لان كنشوفوا لا كاليتي رائعه الجوده، كاين اتقان، كاين فينيسيون، كاين واحد العدد. الصانع التقليدي ابدع وكان صادقا في الابداع ديالو. نتمنى من جميع الصناع التقليديين ما يبقاوش يجيو ليميتاسيون، ما يبقاوش يقلدوا، يخدموا خدمه صادقه، لان لا ماتيير لا بروميير ما مصوباتش، ماتيير برومي ماده خام من عيار ثقيل ومدت وقت كبير. والصانع التقليدي الا كان تيعطي وقت كثير وكيعطي ماده نقيه الا كيكون صادق مع الله سبحانه وتعالى ومع المينا اللي كيدي بها رزق تاع الوليدات ديالو.